سعد، كانت مريم فارس مؤخرا وقالت بأن هي كبرت على مصر وسعرها كبير على مصر، المصريين زعجهم الموضوع. عشان نبقى صراحة، مريم غلطت. بمعنى صح اتحرجت، او بمعنى صح الصحابة قالت لها بقول لك هو انت ما بتديليش مصر ليه؟ بقى معناها يعني انت راحت عليكي خلاص. فما فكرتش، فقالت ايه؟ اجر كبير على مصر. لا مش الاجر. انا مريم انت غلطتي، وانا ساعات بعد ساعات بقعد في انترفيو وبغلط وبكذب، لازم انت بصريحه. بس بتكذبي، لما تكذبي لازم انت يعني مثلا هقول لحضرتك انا صريح معاك، يعني مثلا طلعت البرنامج وانت كنت ما كنتش في وعيك وانت مش عارف ايه، بتقول مصر اتعمل لي سحر في المغرب، مش هرد. يعني جيت بعدها يا جماعه ما حصلش كده، انا بصراحه كذبت، غلطت في حق ربنا. خلاص ربي، خلاص انت ما ينفعش تبقى. فانت عملتي ايه؟ انت غلطتي. في مطربه امريكانيه، مطربه عالميه جايه الساحل في مارينا، اجرها 150 الف دولار. مريم فارس اجلها 40 الف دولار. عمرو دياب بيشتغل 5-6 حفلات في الشهر واجره 100 الف دولار. يبقى مش الاجر يا مريم، مش الاجر. وشوف انت فيك عيب ايه بقى. لا اخ بقى، نقول لك العيوب ايه، اكن واحد من الشارع. انت بقيت تغني خليجي كتير. انت بقى انا المغرب هجيبك ليه؟ عشان خليجي هجيب انا اسمع ايه خليجي انا؟ الخليجي على عيني وراسي، لكن انا الخليجي انا ما بفهمش اللغه بيقولوا ايه. فلازم ان يبقى خليجي، فهيجيبوا اللي هيجيبك الخليجي عشان هو فاهم انت بتقولي ايه، احنا مش فاهمين ولا المغرب. فانت وقعتي في الحته ديت، وقعتي. فلازم اروح اعمل ايه؟ مجدد نفسي تاني واطلع بقى اغني اغاني حلوه بتاعت مريم، وكل اغانيكي جو علي بي عايز عادي علي عبي. اي انا بقعد انا كسعد صغير مش عارف اقول ايه. والله مش فاهم انت بتقولي ايه. فعيب انك تقولي الاجر، انت بتشتمي الدنيا كلها، وما معناه يعني انت كبيره قوي 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 قوي. وبعدين مريم خليكي زي ما بيقولوا كده تواضعي لله، ما تقعديش تقولي انا وانا 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 وانا. Shut up.